Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Batman, tkounou bkhir. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les exemples de devoirs que je vous ai demandé, les talabtoum minkoum. Ok, nous allons prendre en fait un nouveau document. Rahna akhod malaf jdid que je vous ai mis en fait sur le modèle. Il a hâtat lkoum bi ala le modèle, tamam, bta'allaq bil burj ibn, bi bina burj ibn. طيب الان تعالوا نشوف على السريع هنا الواجبات بتوعكم على السريع. اوكي، باغ اكزومبل فافوار لا ريبونس دو جمانه. جمانه هيك، جمانه بصراحه ما بينفع، بدي اجابه السؤال الاول واجابه السؤال الثاني، تمام؟ لان انا حسب علمي انه في عندي ايه دو كيستيون، السؤال الاول والسؤال الثاني، فهيك بدي اياه يكون مرتب اكثر منك لانه حتى. تمام، اوكي، شكرا يا جمانه. نشوف حدا غير، نشوف على السريع. سيز كومباتون ايت اونتيتي توي على السويت d'une explosion survenue lors des combats entre la... صراحة مش هيك، أنا بدي إجابة السؤالين، تمام؟ نشوف حدا غير جمان على السريع لأنه مع النقطة كتير. أوكي، نشوف عندنا رانيا صيدا. رانيا، شكرا يا رانيا على الترويسة والحل. الآن بدنا نشوف دو كوا ساجيتيل، هذا شيء مهم. السؤال الأول، لا بخوميغ كيسيون سي دو كوا ساجيتيل. طبعا لما نحن نحكي دو كوا ساجيتيل فيما يتعلق، ما بنحكيش دو كوا بارل تيل، ما بنحكيش عن شو بيتحدث. لو انا سالتك باللغه الفرنسيه دو كوا بارل سو دوكومون، عن شو بتكلم هذا الملف، تمام؟ ممكن تحكي لي انه والله بيحكي عن موضوع الانتخابات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتضلك تسرد من هلا بكره، ما في مشكله. لكن بجي بحكي لك بشو بتعلق، عن شو هذا الموضوع، او عن شو هذا الملف، او عن شو هذا الخبر، فالاجابه لازم تكون في سطر او سطرين يا جماعه. انا كثير منكم يعني بصراحه متوقع ان يكون غلط في النقطة هاي، تمام؟ اوكي، هلا التفصيل بدنا اياه هنا في دون كومبيان دو بوان، في كم نقطة. لكن لما بسألك دو كوا ساجيتيل او دو كوا ساجي سو سوجي، بشو هذا بتعلق الموضوع هذا بتعلق، او دو كوا ساجي سيت ارتيكل، بشو هذا المقالة بتتعلق، فبترد علي بسطر او سطرين، كيف كوا كوم بوركوا، تمام؟ الان دو كوا ساجيتيل هنا شو كاتبة هنا، طبعا اللي هي رانيا، مور دو سيز كومباتون à frappe aérienne pour l'armée par et pour l'armée بصراحة في عندك أخطاء، تمام؟ attaque aérienne entre Irak et Amérique responsable chute à Basra. non 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 pas du tout pas du tout رانيا، الله يرضى عليك، ركزي رانيا أنت والموجودين جميعا. لما بسأل عن النص هذا دو كوا ساجيتيل، هو بالأساس بتعلق بشو؟ بتعلق عندي نقطة الأولى إنه في عندي مقاتلين، تمام؟ أوكي، في الباصورة تم إلقاء قنابل على المقاتلين بطريقة عن طريق الهليكوبتر، وفي عندي ضحايا مدنيين. طيب دو كوا ساجيتيل ممكن أنا أعمله، يعني je peux le faire d'une façon يعني privé en fait، تمام؟ آسف بخيف، ممكن أنا أعمله طبعا ب je peux le résumer en fait، أو je peux dire par exemple cet article s'agit par exemple de 8 civils morts، تمام؟ تمام، او 8 سيفيل فيكتيم، ثمان مدنيين ضحايا اثناء الهجوم على اللي هو لور دي فخاب اريان، او لور دو بومباردمون، مثلا دي فخاب اريان على سبيل المثال، او اتاك اريان، او غيد اريان، تمام؟ اللي هو خلال اللي هو الهجمات الحربيه او هجمات الطيران، تمام، او الجويه على اللي هي طبعا لور دي غيد اريان سور اللي هو طبعا سور لي تخوب، طبعا ايراكيان، اسف سور لي تخوب، نشوفها بس وين، لور دي غيد اريان بوندون لافرونتمون انتر لو تخوب ايراكيان اي ميليس شيت، طبعا خلال الهجمات الجويه خلال اللي هي المعارك او المواجهات ما بين القوات العراقيه، تمام، والميليشيات الشيعيه، تمام، اوكي. فهذا احنا ممكن هيك دو كوا ساجيتيل بتتعلق بهذا الموضوع، هذا احنا هذا الموضوع بصراحه هو بتعلق بهي النقطتين، انه في عندي ضحايا، متى راحوا الضحايا هذول؟ اثناء الهجوم على اثناء المواجهات او اثناء الهجمات الجويه، طبعا او بسبب الهجمات الجويه اثناء المواجهات ما بين القوات العراقيه والميليشيات الشيعيه. طبعا بعد هيك احنا بنيجي بنحكي دون كومبيان دو بوان بوتون ريزومي سي تيكست، طبعا اول حاجه انه في عندي فخاب اغيان، ثاني حاجه انه في عندنا حد بيبرر الفخاب اغيان، ممكن انا احطها بنقطتين، ممكن ثلاث نقاط، تمام، اوكي.
ارمي امريكان ديزي طبعا. انت حكيتي لا انت هيك بصراحه يعني اوكي امي، خلينا نشوف افرونتمون اونتر ميليس انمي لا بلا 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 بلا. اوكي لا بدي حل احسن من هيك، خلينا نشوف حدا تاني حالل. تمام شكرا يا رانيا. نشوف رغد سبيل المثال. اوكي رغد، اتاكد بس الصوت شغال ولا. تمام شغال 100% رغد. شايفين يا جماعه دو فوار ان دو كوا ساجيتيل اون فراب ايريان اتوي توي ويت سيفيل. 100% بصراحه كثير حلو انه طبعا هجمات جويه او هجمه جويه قتلت 7 مدنيين. بصراحه هذا هو الموضوع، هذا هو لب الموضوع، انه في عندي ضربه جويه قتلت او ادت الى مقتل 8 مدنيين. دونك كومبيان دو بوان بوغي تون ريزومي سو تكست. برضو طبعا في كم نقطة احنا طبعا هنا ممكن نزيد شوية طبعا اوكي، انه اثناء الهجوم على اثناء المواجهات سطر او سطرين ما في مشكلة. في كم نقطة ممكن نلخص الناس؟ اول حاجة 16 كومباتون اون تيتي توي بار اون فراب ايريان، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية لي افي 3 ركلاماسيون. اول ممتاز بصراحة رغد شغل كثير حلو، عندك 3 تصريحات الأولى والثانية والثالثة. العراقيين بيحكوا هيك والبريطانيين بيحكوا هيك والمتحدث باسم القوات بعتقد لو بورت بارول دو لارمي المتحدث باسم القوات حكى هيك، والقوات العراقية بالضبط انه عندك البورت بارول البريطاني والامريكي وطبعا القوات العراقية طبعا 1 2 3 كل واحد حكى ايه شغلة. طبعا انت هيك حطيت اللي هو بس بعد اذنك شوية ركزي معي. احنا دون كومبيان دو بان بوغيتون ريزومي اون فيت سو تكست، في كم نقطة؟ النقطة الأولى في عندي 16 واحد قتلوا، النقطة الثانية اللي هو التصريحات، والنقطة الثالثة إنه في عندنا كمان فيكتيم. طبعا لأنه هدول 3 نقاط هدول بيختلفوا عن موضوع السؤال الأول. تمام أوكي شكرا كثير يا رغد، يعني أنا هيك بلشنا نشتغل صح بصراحة. أوكي الآن سلام نسويركي، تعالي شوف سلام على السريع. Ok, de quoi s'agit-il? Une frappe aérienne a tué 8 civils, dont 2 femmes et un enfant. Franchement, merci, salam. Donc, combien de points pourrait-on résumer ce texte? 16 combattants ont été tués à la suite d'une frappe aérienne à Basoura, en Irak. 8 victimes civiles ont été tuées. Ou là, maintenant, la mort de 8 civils. فيكتيم سيفيل يعني الموت لموت طبعا 8 ضحايا مدنيين دون دو فام منهم امرأتين وطفل. تمام اوكي سي لارمي امريكان اديكلاري كو القوات الامريكيه صرحت بان 16 مقاتل 1 2 3 اوكي. الان بامكاننا نحط هنا بدل ما نحكي سلام، بامكاننا على سبيل المثال ممكن نحط النقطه الثالثه هيك مثلا كودي باغ اكزومبل كوديز لي بورت بارول دو لارمي امريكان اي لارمي بريتانيك. تمام على سبيل المثال شو بيحكي المتحدث باسم القوات الامريكيه والمتحدث باسم القوات البريطانيه والبوليس اللي هو طبعا العراقي، فهي ممكن تكون النقطه الثالثه هيك باختصار. تمام يعني انا ما طلبت منك تيجي تحكي لي شو هنا صار، بحكي لك في كم نقطه، النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه الثالثه. تمام اوكي شكرا كثير يا سلام، منيح الشغل بتاعك. طيب تعال نشوف حدا غير سلام، لانه في عندنا نص ثاني بدنا ناخذه على السريع. شمس، طيب يا شمس الان في عندنا شويه بس اوكي او هيك لا هيك ما بدي انهان لانه هذا متعب، خلينا ناخذ على هاد اوكي. شمس نشوف شمس. Il s'agit de 16 combattants qui ont été tués par 16 مقاتل تم قتل في باسورة لوغ دو فخاب ايريان امريكان. لكن يا شمس الله يرضى عليك المفروض ضفنا اللي هو طبعا لانه الحساس في الموضوع هنا. شايفين يا جماعه صحيح انه احيانا احنا ايه احيانا احنا بنلخبط ما بين اللي هو الفكره الاساسيه والفكره طبعا يعني الملحق للاساسيه او ممكن تكون الثانويه. هلا الفكره الاساسيه انه في النص
صحيح ان عندي شغلتين صاروا في النص، عندي نتيجتين او عندي حدثين. الحدث الاول انه احنا هاجمنا على 16 واحد وقتلناهم او قتلتهم الطائرات الحربيه. الحدث الثاني انه في من ضمن 8 ضحايا مدنيين. طيب هلا انتم لاحظوا النص على شو مركز. شمس، النص مركز على 8 ضحايا مدنيين، يعني النص كله انكتب. الصحفي لما كتب النص كتبه لايه؟ لحتى انه يبرر ليش ماتوا الثمان مدنيين. راح نلاحظ انه في عندنا تركيز على موضوع المدنيين. ف il s'agit de 16 combattants tués lors d'attaques ou de raids aériens. صحيح ما في اي مشكله، لكن لو احنا طلعنا في النص كمان مره راح نلاقي انه هو مركز او بيحاول يبرر انه هو ايش؟ اللي هو فات لا مورد ويت سيفيل، ويت فيكتيم سيفيل، اللي هو بيحاول يبرر اللي هو الموت بتاع الثمان ضحايا المدنيين. فبالتالي لو انت كتبتي، لو ضفتي هنا لا مور او ساجيد دو لا مور او تمام دو سي او ساجيد دو ويت فيكتيم تمام لور مثلا داتاك اريان سور لي سيز كومباتون، او على سبيل المثال يعني ممكن تعمل الصياغه مثل ما بدك، بيكون بصراحه افضل منك. بس بصراحه هيك يعني انا كويس حتى الان، ما في اي مشكله، لكن بدنا الشغل ادق بشوي. تمام اوكي، نشوف النقاط يا شمس. Des raids aériens ont été lancés par l'armée américaine à Basoura, faisant 16 morts parmi les militants armés. Ok. C'est Lyon. طبعا هم 16 واحد اللي ماتوا، هل هم من الميليتون ولا من الشيت؟ برضه بدنا نشوف احنا من مين. ها اوكي. Okay. Selon l'armée iraquienne, 8 citoyens, dont 2 femmes et un enfant, sont morts. 100% sous les bombardements. Bla bla bla. Ok, 100% que. انا مش شايف دوبوي لارمي. خلينا اكبر بصراحة، انا مش شايف. اوكي. اوكي دابخي لارمي، alors que d'après l'armée britannique، ما كنتش شايف الخط مصغر. alors que d'après l'armée britannique franchement c'est très bien. شايفين دابخي تمام، شايفين عندي برضو هنا بشوف اللي موجود عندي دون، شايفين هنا دون دابخي. هذه الشغلات كويس ان احنا نستخدمها يا جماعه، اللي حكينا اللي طبعا لينالوجيك نحاول نستخدمها. اوكي طيب دابخي لارمي بريتانيك طبعا باسيون دي سورجي سيتوي دون لو نور دو باسورا اي تي ديتروي مي سون بيرت سيفيل، سون بيرت دو سيفيل تمام، مي سون بيرت دو سيفيل تمام، او سون بيرت سيفيل بدون ضحايا، بدون اللي هو خسائر مدنيه. طيب بصراحة هيك يعني تلخيص. دونك كومبيان دو بوان انت لخصتي، هيك اختصرت علينا يا شمس، يعني انت لخصتي تمام. احنا كان مطلوب له دونك كومبيان دو بوان، نقطة نقطتين ثلاثة. بعدين انا ما طلبت تلخيص، هذا هيك تلخيص بصراحة كتلخيص، هذا رائع جدا كتلخيص، يعني هيك لخصتي كل شيء يعني. اوكي في كم سطر او في كم كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 في 1 2 3 4 5 6 في 36 كلمة. لما نيجي نحكي النص مثلا على سبيل المثال كان عبارة عن 150 كلمة او 140 كلمة، 36 هو مناسب جدا. تمام اوكي طيب شكرا يا شمس. اوكي بس بدنا نركز يا شمس الله يرضى عليك على موضوع دونك كومبيان دو بوان بيختلف عن ريزومي لو تكست اون فيت، او فيت ان ريزومي بور لو تكست، يعني في كم نقطة بيختلف عن انك تلخص، في كم نقطة احكي لي 1 2 3 بس. اوكي طيب نشوف فرح على السريع. اوكي فرح، دو كوا ساجيتيل سيلون لارمي امريكان سيز كومباتون ايراكيان اونت تي توي لور دون دي اتاك ايريان. برضو نفس الشيء، بس ليش سيلون؟ سيلون تبعا لي او بناء على طبعا، او بناء على كلام اللي هو القوات الامريكيه، بس ما بتلزم سيلون هنا تمام. شيل السيلون بيطلع الاجابه صح، لكن الافضل نضيف منها، نضيف عليها اللي طبعا او نبلش او نركز على موضوع الضحايا المدنيين. طبعا شمس ركزت على الضحايا المدنيين في الغيزومي لانه فعلا كان مهم الضحايا المدنيين، وكان بارز الاشي يعني بصراحه الشغل بتاع كان بارز في الشغل بتاعها انه الضحايا المدنيين كانوا هما محور التكست. تمام اوكي طيب دونك كومبيان دو بوان بوغيتون غيزومي التكست او سو تكست. طبعا ايراك انت هيك عملتوا برضه غيزومي، شكلك عملتي غيزومي مثل ايه؟ مثل الشمس. اوكي سيز كومبونتيتي، طبعا هذا بصراحه انا طالب دونك كومبيان دو بوان، مهم جدا انك تحطي كم نقطه، لانه احنا حكينا انه احد مراحل التلخيص لون دي تاب بور فير ان ريزومي سو دو فير دو تروفي او دو ريلوفي لي بوان اسونسييل او لي دي اسونسييل اي ابخي لي دي سكوندير. تمام الافكار الرئيسيه وبعدك الافكار الثانويه.
تمام بعد اذنكم شوي بس. اوكي، مثل ما حكينا انه نفس المشكله، انه احنا هنا طالبين نقاط اساسيه في كم نقطه. احنا ممكن يعني بحكي اون بو او جو بو ريزومي سو تكست باغ اكزومبل دون 3 بوان، بروميرمون او دو 1 او 1 دو 3 زي هيك. تمام اوكي، الان نشوف اللي هو الحل اللي بعد. فرح، شكرا يا فرح. نسمع عاشور. اوكي يا نسمة، دو كوا ساجي تيل؟ لوي سيفي اونت تي او سو توي دون اون فراب ايريان 100%. لور دون فراب ايريان بيكون افضل، افضل من دون 100%. شكرا كثير يا نسمة. نشوف دون كوميان دو بوان، اللي هو طبعا 1 2 3 4 انت عملتيها، لكن يعني ما بدنا تلخيص يعني بصراحة. وي سيز كومباتون اونت تي توي لور دون فراب ايريان، أول نقطة تمام كنقطة أولى، ممتاز كتير حلو. أوكي، فخاب إغيان لور دو فخونتمو أونتر لي فورس إيراكيان إي لي مومبر دي ميليس شيت دون لا فيل دو باسورا دون سود دو العراق. تمام، طبعا إحنا إذا بدنا نلخص يا يعني نسمة، بنحاول نلخص أون إيراك، خلصنا هيك لأنه بنقص كلام، بنحاول نشيل كلام. وي سي فيونتي إيجالمون تمام اوكي، كي اونت تي اوتوي دون لا ديسكريبسيون طبعا بارمي لاتاك، وخلاص تمام بارمي او بارمي لي ريد ايريان وخلاص تمام، او اسف مش بارمي، بوندون لي ريد ايريان تمام، خلال تمام، او لور دي ريد ايريان وخلاص، بلاش تضيفي شغلات، احنا بدنا ننقص مش نزيد. سينون لو بورت بارول دو لارمي لا بلا بلا، انت بصراحه قسمت النص، مش يعني انت قسمت ولخصت شويه، لكن احنا مش هيك، بدي كم نقطه، هي نقطه هنا تنتين طبعا لي بورت بارول وخلاص. هيك هو طبعا ايه لي بورت بارول اللي هو الامريكي والبريطاني تعالوا نشوف حدا غير نسمع. طبعا الشغل هذا بامكان كل واحد يشتغله بطريقه مختلفه وكله يطلع صح، لكن اهم شيء اللي هو تكنيك او الـ 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 الاليه اللي احنا شغالين عليها يا جماعه. تمام اوكي، الان بدنا نشوف انا مين كنت عمال نسمع شو. الان نسمع سكيك فرنش، يعني اسمها طبعا فرنش ولا هو مال انجليزي يعني. طيب de quoi s'agit-il Irak 16 combattants armés ennemis présumés morts dans des frappes aériennes de l'armée américaine دون لو سود. بصراحة بدها ريفورمولاسيون، بدها إعادة صياغة يعني اسمها. تمام أوكي، دون كومبيان دو بوان برضو أنت لخصتي، طبعا هذا خطأ يعني مش لازم نوقع فيه بعدي. تمام، أنا ما نحكي تلخيص خلاص، بكون أنا عارف إنه في تلخيص بصحح التلخيص، لكن أنا بنتظر منكم نقاط. تمام أوكي، الآن نشوف عندنا مين بعد نسمع. يارا العفيفي، طيب يارا، la survenue du raid aérien et le meurtre de 8 c'est la meurtre اوكي. طيب دونك كومبيان دو بوان؟ 1 2 3 4 16 كومباتون ارمي اونت ايتي توي تمام، بدون دي غيد خلاص، لانه هنا موجود الغيت. تمام، لوردمون متخيي دي ميليتون ارمي لا بلا بلا، ما لها علاقه في كل التلخيص، لازم تشيليها. اوكي، لا بوليس افي اوباغافون افيرمي كو 8 سيفيل اباري امي اون سويت لا غين لا بلا بلا بلا. لا لا ليش هيك؟ لا يا يارا، في شغلات بدك تشيليها بصراحه، كثير شغلات. تمام اوكي، شكرا يا رب. بدنا نتوقف هنا بس يا جماعه، قبل ما اخلص بدي احكي لكم انه انا حطيت نفس النظام على اللي هو الموديل. وين الموديل؟ اسمحوا لي شوي اورجيكم، حطيت ملف ثاني على الموديل، الملف هيو هنا على الموديل، هذا الملف حطيته على الموديل. تمام، راح تلاقوه هذا الملف اللي راح نشتغله، المطلوب منا قبل 15 مارس، وهذا انا مطلوب منا ايه يا جماعه الملف باختصار. في عندي نص هنا الان في المحاضره، جاي اقرا النص وترجمه، لكن عندي النصات، النصات بحكي لك في عندك 3 ريزومي، عندك 3 تلخيصات، 3 صح، 3 صح ما فيهم،
يعني مش انه غلط لو اعمل واحد من الثلاثة، لا الثلاثة صح، لكن كل واحد في خطأ معين او في كذا خطأ يعني، او فيهم اخطاء. على سبيل المثال ممكن تلاقي واحد مزود شوية في الموضوع، مبدل كتير، منقص كتير، تمام؟ فبالتالي انت بدك تحكي وين الخطأ اللي موجود في كل غيزومي. اقرأ الثلاثة. احنا كمبتدئين بصراحة يعني في بداية الفصل on peut considérer que les trois résumés sont bons، ممكن نعتبر انه الثلاث تلخيصات صحيحة او كويسة، لكن بعد ما احنا نتعلم التلخيص بشكل صحيح راح نكتشف انه فيهم فعلا اخطاء، انه هذا فيه خطأ وهذا فيه خطأ وهذا فيه خطأ. والله لو وصلنا لمرحلة انه نكتشف الاخطاء اللي فيهم واحد اثنين ثلاثة، فبالتالي فرانشمون سا سخا بارفي، راح يكون هذا شيء ايش ممتاز. اوكي نترك، احنا نخلص المحاضرة الان، نرجع المحاضرة الجاية ان شاء الله، وراح نقرأ عليكم لهذا النص واقرا لكم، اللي هي طبعا اقرا النص هذا وترجمه، واترككم انتم تحلوا اللي هو تشوفوا الاول والثاني والثالث، تحاولوا كل واحد يطلع شو الاخطاء الموجود في الاول والثاني والثالث. وفي عندي شغله ثانيه راح اعطيكم اياها في ايه المحاضره الجايه. شكركم كثير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.